خبر خاص بلجنه العضويات بالنادي الاهلي برئاسه الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، اللي هتشتغل الفتره اللي جايه كمان شغل خاص جدا بعد اعلان افتتاح فرع التجمع الخامس يوم 1/6، مش عايزين ننسى اليوم ده. طبعا كتير جدا من الشخصيات الراغبه في الحصول على عضويه النادي الاهلي اللي بيتصارعوا لان هم يبقوا من اسره النادي الاهلي. يوم الاربعاء امبارح يعني شهد وسط اقبال كبير جدا من اعداد المتقدمين والراغبين في الانضمام لعائله الاهلي، وشهد الاهلي اقبال كبير في كل على مش عضويه التجمع الخامس بس، بالمناسبه يعني الناس بتقدم على النادي الاهلي بشكل عام في كل فروعه، خاصه ان اماكن النادي الاهلي وفروعه تعد الافضل والانسب من حيث التقسيم الجغرافي بين كل الانديه الموجوده. كمان مساحه المقرر ليها فرع التجمع الخامس مساحه كبيره جدا لممارسه جميع الانشطه. والجديد بالذكر ان النادي الاهلي اعلن موعد افتتاح الفرع يوم 1/6 زي ما قلت لحضراتكم، وهو الفرع الرابع بعد الجزيره ومدينه نصر والشيخ زايد، ويشهد الفرع النادي الرابع طبعا بالتجمع الخامس طفره هائله على المستويين الانشائي والخدمي، سواء فيما يتعلق بالمباني الاجتماعيه على مسطح 1000 متر 50 فدان زي ما اتفقنا يعني، واللي تم تصميمهم على احدث مستوى، الى جانب مباني غرف خلع الملابس ومباني اكاديميات الكوره وملاعب كره السله وملاعب كره اليد وملاعب كره الطايره اللي تم الانتهاء منها مع استخدام احدث الارضيات المعتمده من الاتحادات الدوليه كلها. هذا الى جانب ملاعب الخماسي طبعا وملاعب نجيل صناعي للاكاديميات، كما تم الانتهاء من منطقه اكوا بارك للالعاب المائيه يعني بالنادي، وكانت المنشات كلها على اعلى مستوى الحقيقه يعني. بصوا زي ما حضراتكم شايفين معانا كده، دي ملاعب التنس اهي، كل حاجه على اعلى طراز وعلى اعلى مستوى. وطبعا مساحه النادي مساحه ده 80% تقريبا، المرحله الاولى هي حوالي 80% من فرع التجمع الخامس، لكن اللي جاي لسه كمان هيبقى مبهر اكتر يعني، كل حاجه هتبقى فيها شخصيه النادي الاهلي وهويه النادي الاهلي. كمان انت بتتكلم على غير المساحه كبيره، المكان نفسه التجمع الخامس او القاهره الجديده هو مكان كمان الدوله مهتميه كمان بالمدن الجديده، فبالتالي المكان ده لازم يبقى اسم النادي الاهلي فيه كعاده النادي الاهلي مميز جدا يعني. زي ما حضراتكم شايفين دي ملاعب الكوره، دي ملاعب الاكاديميات على ما اظن من جيل صناعي اهي، حاجه يعني على اعلى مستوى، حاجه مستوى ما حصلش قبل كده في تاريخ الأندية يعني. أنت بتتكلم على اسم النادي الأهلي نفسه، براند نيم النادي الأهلي هو القيمة التسويقية الأكبر في الوطن العربي وأفريقيا، النادي الأهلي هو الاسم التجاري الأعلى ما بين كل الأندية المصرية والعربية.